متابعي قناة تشاهد فيديو الفنانة مدربة الرقص مايا نعمة تعلن عن زواجها في لاس فيغاس من مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار. إليكم التفاصيل الخبر، ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. أعلنت الفنانة مدربة الرقص مايا نعمة زواجها خلال وجودها في لاس فيغاس في حسابها على الانستغرام، ناشرة صورة مع زوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار وهي مرتدية الفستان الأبيض، فيما برز كف يد أبو خطار مكتوب عليها لقد قالت نعم. ولقد أرفقت الصورة بالتعليق لقد وافقت على الزواج، سرق قلبي لذلك سأخذ كنيته، أحبك حبيبي. معلنة تاريخ الزواج 5 تشرين الثاني الجاري في لاس فيغاس بولاية نيفادا. وقام أبو خطار بنشر صورة أيضا وهو يقبل عروسه، مشيرا إلى أن موسم الفوز بالميداليات لم ينتهي، فميدالياتي الماسية وللحياة لعام 2019 هي مايا أبو خطار أحبك. مايا نعمة شاركت في برنامج ستار أكاديمي بموسمه الثالث، وتابعت مشاركتها برفقة أبو خطار في المسابقات العالمية لكمال الأجسام، وأخيرا حصدت على جوائز عدة. ليعلن الثنائي نبأ زواجهما تزامنا مع مشاركتهما في مسابقات كمال الأجسام في لاس فيغاس. وكانت مايا نعمة قد أعلنت في العام الفائت عن خبر طلاقها من زوجها الأول الموزع الموسيقي وليد عبد المسيح بعد زواج استمر 7 سنوات. مايا نعمة هي مغنية وراقصة لبنانية ولدت في لبنان بتاريخ 9 ديسمبر سنة 87، وشاركت في برنامج تلفزيون الواقع ستار أكاديمي 3 وبرنامج رقص مع النجوم 2004، وكانت متزوجة منذ عام 2010 من الموزع الموسيقي وليد عبد المسيح، وقد قام بالطلاق في يوليو 2017. وفي ديسمبر في 2018 أعلنت المطربة اللبنانية ونجمة ستار أكاديمي مايا نعمة خطوبتها اليوم الثلاثاء على المدرب الرياضي شربل أبو خطار، إذ نشرت صورة من الخطوبة على حسابها على موقع الإنستجرام. وفاجأها المدرب الرياضي شربل أبو خطار مايا بتقديم خاتم الزواج بشكل رسمي أمام الجميع، حيث جلس راقعا على ركبتيه ممسكا بالخاتم. وقتها علقت مايا نعمة على الصورة اللي نشرها قائلة لا يوجد عيد ميلاد أفضل من ذلك، كما نشر أبو خطار فيديو وعلق عليه قالت نعم. واتجهت الفنانة اللبنانية مايا نعمة مؤخرا إلى الرياضة خصوصا كمال الأجسام، حيث يهتم بتدريب حبيبها أو زوجها لأن مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار وقد حازت ألقابا. وعن موضوع طلاقها من زوجها الأول، قالت مايا نعمة كنت مترددة قبل أن أرد على الأخبار التي تداولتها المواقع الإلكترونية، وقالت أن مؤسسة الزواج تتطلب التضحية وغيرها من العناصر الأساسية لكي تنجح، وبمجرد فقدان أحد عناصرها يعني أنها فشلت. وقالت تفكرت كتير قبل الانفصال من وليد ولم تكن المرة الأولى التي تراودني هذه الفكرة، وفي النهاية هو شر لابد منه، نحن تزوجنا بطريقة راقية وكذلك انفصلنا سيكون راقي. مش بس مايا انفصلت عن وليد في موضوع الزواج، ولكنها ايضا انفصلت عنه على الصعيد المهني، واكتفت بالقول لن تجمعنا الا الصداقة. وفي مرة وهي كانت بتقدم برنامج تلفزيوني وكانت متأثرة بكلامها، دخلت عليها احدى الطالبات بتاعتها في المسرح ورقصت، وبكده مايا عينيها دمعت وقعدت تبكي كتير، وقالت ان هي فخورة جدا بطالبتها.